تم تخصيص لهذا الأسبوع ما قيمته يعني 40400 لقاح من نوع سينوفاك و 18900 لقاح من نوع أسترازينيكا. تم تلقيح 157000 مواطن بمختلف اللقاحات يعني بأنواعها الأربعة. هذه النسبة يعني لا تعبر عن يعني لبزوان يعني حاجتنا يعني من المواطنين لازم يلقحوهم يعني حتى نصل إلى النسبة المرجوة واللي لازم يعني في ظرف وجيز لازم تكون ما بين 50-70% حتى نصل إلى المناعة الجماعية. أنا جيت هنا ندير الفاكسين هذا راه يعني واجب، شغل واجب، رجع واجب علينا، لازمنا نديروا الفاكسين هذا لأن شفنا الوضع اللي رانا فيه وشفنا واش الناس راحت في هذا الفاكسان واش الناس استهزات حتى نوصلوا للشهادة، والفاكسان هذا راهو يحمينا حنا ويحمي عائلتنا.